موجز النشرة. قرار رقم 72 من متام محافظة دمشق إن المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق بناء على أحكام قانون إدارة محلية صدر مرسوم تشريعي رخ بعد المشاورة والمناوشة والحكي واللقلقة بين بعضه يقرر ما يلي. يعد قرار المكتب التنفيذي رقم 538 ميم ت لعام 2020 ليصبح مدة دخلة الحمام في الأماكن العامة والحدائق 500 ليرة سوري واللي ما معه يشيخ تحته ورا الشجرة. حيث كتب جانب الشجرة كلب من كلب من يبولنا. يعني لو سوري لو بس سؤال يعني هيك اخبار بده هيك مذيع تمام، بس انه اي يعني خلص مدى المواطن كل همومه خلصت ضل تدفعه بس 500 ورقة لحتى يعمل بيبي.